السلام عليكم. اليوم نقدم لكم فيديو على التغييرات داخل شقة البي بي من نوع 5 غرف، حيث أنه هذا النوع من السكنات فيهم الرواق الكولوار جاي طويل بزاف، جاي يعني بشكل حرف ال وضيق، فيه 1 متر و10 أو حوالي 1 متر و10 سنتيم في العرض، وهنا نشوفه في يعني في الصور. إذن إحنا حبينا السيد هذا أم الشقة حب ينحي الكولوار هذا، واقترحت له باش نديرو نوصلو الكولوار هذا بالمطبخ، نحيو الحائط اللي يفصلهم، وكذلك حائط آخر هذا تاع المدخل اللي فيه بلاكار على المدخل. إذن نحي هذه الحيوط هذويا باش ندير فضاء واسع. وهنا نشوف التغيير، هنا رانا في المرحلة تاع تغيير الشكل تاع السكن. إذن هنا نحينا المير دو سيباراسيون اللي كان يفصل الكولوار، هنا الرواق في هذه الجهة و الكويزين هنايا المطبخ، وكذلك الحائط اللي كان هنا في هذا المكان كان فيه بلاكار المدخل نتاع الشقة هنا. إذن أصبح لدينا نسباس open space كامل بحوالي 30 متر مربع، ويبقى جزء نتاع الكويزين هنا، عندنا جزء من هنا، هذا الجزء نتاع الكويزين سوف يكون فيه ان كونطوار اللي راح يفصل فضاء هذا تاع المطبخ بالفضاء هنا اللي راح يصبح كما قلنا غول، ولا سكون ابل ليسباس افيفر اللي هنا نشوفوه هنايا، راح يكون فيه ان بال دو سول ولا ان ريكوفرمون ان ريفيتمون دو سول، يكون موحد ما بين الجزء نتاع المطبخ والجزء نتاع الكولوار هذا هنايا. إذن هذا هو التغيير اللي راح يحدث في هذه الشقة. وهنا كذلك نخليو الجزء نتاع الكولوار هذا اللي يمد للغرف هذا، ويتم تغيير الا هذا الفضاء هذا اللي راح يكون يعني يعود عندنا فضاء كبير في الدخله نتاع الشقه، ويكون فيه كذلك ممكن نديرو هنا المدخل، نديرو ان موبل ايفا سيباري الدخله، يحجب الدخله على الفضاء هدايا، موبل ديكوراتيف ولا ان سيباراسيون اللي راح تكون هنا بين المدخل هذا، مدخل تاع الشقة والمطبخ من جهة هنا. ويبقى الصالون هنا، هذا الصالون يبقى بدون تغيير. وسوف نشاهد في فيديو لاحق الأشغال عندما تنتهي الأشغال، ونشوف يعني الوجه الجديد لهذا الشقة. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.